إنها المرة الأولى التي تتخطى أعمالها حدود لبنان بلدها الأم. سلوى شقير تعرف بمبتكرة الرسم التجريدي في الشرق الأوسط، فن يقول المختصون إنه يقدم مزيجاً من الأشكال والألوان والخطوط لا يمت إلى ما تراه العين في الحياة اليومية بصلة جلية. بدأت الرسم أوائل أربعينات القرن الماضي، عاشت الحرب اللبنانية ولم تحظى بالتقدير الذي كانت تطمح إليه. كانت تسأل عما إذا كانت أعمالها مرآة لأنوثتها، وكانت عادة ترفض الإجابة. أعتقد أن فن شقير يحاكي مبادئ عامة وأفكارا بعيدة عن حياتها الشخصية. كانت تعبر عما كان يدور من حولها، لذلك أستطيع القول إنها لم تتطرق إلى مسألة التمييز الجنسي، وهي مسألة كانت تعتبرها غير مهمة. سلوى شقير أحبت أيضاً عالم التحف، واستخدمت الحجر والحديد والخشب لتصمم أشياء بعضها يحاكي الحياة اليومية، ولكن أبرزها حاكى فن الهندسة المعمارية. ويقال إنها صرحت يوماً أنه إذا أعطي لها حياة ثانية لكانت اختارت مهنة الهندسة المعمارية. وإذ تبلغ شقير من العمر 97 عاماً، تعمل ابنتها على إخراج الإرث الذي نشأت عليه إلى العلن، إحياءً لما أنتجته والدتها في ظروف اجتماعية وأمنية لم تكن دائماً داعمة للفنانين، لا سيما النساء منهم. اشتغلت فترة طويلة شوي من زوية ببيروت يعني، بس كان عندها كتير اندفاع. هلا فجأة حست انه يه ما حدا عم يهتم فيي، يعني ما حدا عارف شو عم بعمل. وفي الحرب كانت شقير تصر على ترميم لوحاتها حين كان القصف يطال منزل العائلة، هذه احدهن، الى جانب اكثر من 100 قطعة تخرج بعد عقود من الظل. نضال ابو مراد، بي بي سي.